حياكم الله جميعاً أه قبل شهر في فيديو انشهر على الانترنت أه لطيار اسمه تريفر جايكوب أه لما طار وبعد دقائق من أه اقلاعه أه كان طاير فوق جبل وتعطل عليه المحرك واضطر انه يخلط الطيارة وينط في الباراشوت طبعا مجرد ما نشر الفيديو طبعا الطيارين ما خلوه من التعليقات لدرجة انه اغلق تعليقات في الفيديو وطبعا في كثير اشياء غريبة بالفيديو اللي صوروا هذا انكلودينج انه حتى بعد ما نشر الفيديو كان تقريبا 16 دقيقة عدل الفيديو ونزله اثنا 12 دقيقة مسح الكلام اللي كان كاتبه في البداية كان كاتب مقدمة عن اللي صار معاه والاشياء اللي صارت معاه وبعدين مسحها طبعا انا شفت الفيديو اكثر من مره قبل وبعد ما صار التعديل آه وعندي بصراحه بعض الاسئله وبعض الشكوك في الموضوع وحاب اعرضها عليكم اولا هو بالفيديو بيقول انه الحمد لله انه كان لابس باراشوت لما صارت معه الحادثه وانه كل مره هو بيطير في الطياره بيلبس الباراشوت احتياط لكن لما نيجي نطلع على الفيديوهات اللي عنده في القناه بنلاحظ انه الرحلات اللي هو كان بيطير فيها كطيار ما كان بيلبس فيها باراشوت والرحلات اللي كان يلبس فيها باراشوت هو اصلا ما كان ما كان بيكون طيار كان بيروح على الطيار عشان يقفز قفز المظلي هذا ثاني شغله اللي هي انه الطيار اللي طاير فيها بالفيديو هذا اول مرة يطير فيها واول مرة يصور فيها أه لو تلاحظوا الفيديوهات الثانية بالقناة كلها عم بيستخدم طيارة ثانية وبعد ما سويت شوية ريسيرش من عندي اكتشفت انه هو اصلا شاري الطيارة وسجلها باسمه قبل أه تقريبا شهر من الحادثة طبعا من بعد ما نشر الفيديو الان الـ FAA والـ NTSB بيحققوا في الموضوع بتأكدوا أه ايش الاسباب وراء الحادثة ولسه ما بي يعني عم ما وضحت الامور لحد الان لكن انا حخليكم على أبديت لكن اهم نقطه انا مركز عليها واتوقع الان تي بي والاف اي كمان حيركزوا عليها اللي هي آه هو عنده كاميرات داخل الطياره موجوده وعم بتصور كل اللي صار من الاقلاع الى ما صارت الحادثه آه ليش بالفيديو ما ورانا لحظه آه لحظه تعطل المحرك ليه ما ورانا اياها من الداخل ما ورانا هو ايش آه سوى بالنسبه للامرجنسي تشيك ليست ما ورانا ايش البروسيجر اللي سواها عشان يحاول يعيد تشغيل المحرك فهذه أهم نقطة ممكن احنا كطيارين نركز عليها وبرضه زي ما قلنا الإف أي والان تي إس بي 100% حيركزوا عليها، طبعاً أنا ما حاب أظلم الرجال ممكن صحيح إنه صار معاه الإمرجنسي هذه والله سترها معاه، لكن أنا حاب أعرف منكم تعليقاتكم مشاركاتكم إيش رأيكم اللي صار؟ هل هو جد عطل المحرك ولا الرجال عمل الحركة هذه عشان المشاهدات واللايكات. وكالعادة أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا يسعدني متابعكم لقناتي على اليوتيوب وعلى حساباتي على السوشيال ميديا يعطيكم العافية